في 3 أبريل عام 1927 ولد اللواء أركان حرب أحمد بدوي في محافظة الإسكندرية. تخرج في المدرسة الحربية الملكية عام 1948 ليلتحق فور تخرجه بحرب فلسطين مع دفعته بكاملها، مقاتلا في مدن المجدل ورفح وغزة والعسلوج. بعد الحرب عاد ليعمل مدرسا في الكلية الحربية حتى أصبح مساعدا لكبير معلم الكلية عام 1958، وبعد ذلك سافر إلى الاتحاد السوفيتي في بعثة تدريبية لمدة 3 سنوات، حيث التحق بأكاديمية فرونز العسكرية وحصل منها على ماجستير العلوم العسكرية عام 1961. في أعقاب حرب يونيو عام 1967 صدر قرار بإحالته وآخرين إلى التقاعد. في مايو من عام 1971 أصدر الرئيس السادات قراراً بعودة لواء أحمد بدوي إلى صفوف القوات المسلحة، حيث تولى قيادة فرقة مشاة ميكانيكية. ومع اندلاع شرارة حرب 6 أكتوبر استطاع اللواء أحمد بدوي مع فرقته عبور قناة السويس إلى أرض سيناء ضمن فرق الجيش 3 الميداني. ومع اشتداد القتال وزيادة حدته تمكن من صد هجوم إسرائيلي استهدف مدينة السويس. ثم كان له دور مشهود حينما حدثت عملية الثغرة، حيث اندفع بجرأة بفرقته إلى عمق سيناء لخلخلة جيش العدو ليكسب أرضا جديدة من بينها مواقع قيادة الإسرائيليين في منطقة عيون موسى جنوب سيناء. تسير معارك الثغرة بين كر وفر، وحينما تحاصره القوات الإسرائيلية يستطيع الصمود مع رجاله شرق القناة. تبلغت إليك الأوامر الصادرة بالصمود، ادعى العدو أن السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاول الدخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدا. وبعد نهاية الحرب يكرمه الرئيس السادات في مجلس الشعب مطوقا عنقه بنجمة الشرف العسكرية. وفي 25 يونيو عام 1978 عين اللواء أحمد بدوي رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة، ثم رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في أكتوبر عام 1978. في عام 1979 رقي إلى رتبة الفريق، وبعد ذلك بعام واحد عين وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة. وفي 2 مارس عام 1981 وفي حادث مأساوي لقي الفريق أحمد بدوي هو و13 من كبار قادة القوات المسلحة مصرعهم عندما سقطت بهم طائرة عمودية في المنطقة الغربية العسكرية بسيوة. بعد ذلك أصدر الرئيس أنور السادات قرارا بترقية الفريق أحمد بدوي إلى رتبة المشير وترقية رفاقه الذين قضوا معه إلى الرتب الأعلى واعتبارهم شهداء الواجب والوطن.